السلام عليكم. بخصوص ميعاد الامتحان الخاص بالتعليم المدمج، دلوقتي احنا عرفنا ان الميعاد اللي كان محدد للترم اللي هو كان يوم 6 فبراير ده تم تأجيله طبعا طبقا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء مؤخرا، بس ما كانش عندنا ميعاد للامتحان، وهو لحد النهارده ما فيش ميعاد امتحان. بس انا باكد عليكم ان تم تاجيل الامتحان الخاص ب 6 فبراير اللي هو الخاص بالترم ده. طيب المفروض هيكون الامتحان امتى؟ مش هيبقى في اي قرار برضو غير بعد يوم 20 زي المدارس والجامعات الاخرى. طيب ايه المتوقع لو جينا حسبناها كده بالعقل؟ هو المفروض ان احنا بنمتحن في التعليم المدمج وقت الاجازه الخاص بالكليات الاخرى اللي هي اجازه منتصف العام. طيب دلوقتي اجازه منتصف العام بقت قبل الامتحانات، والامتحانات هتكون 20 فبراير ولسه مش عارفين ايه اللي هيتم. يبقى معنى كده ان الامتحانات حاليا مش معروف ميعادها بالظبط، والمفروض ان هو هتتحدد بعد 20 فبراير حسب الظروف المتاحه. المتوقع ان يكون امتحان الترم الحالي مع امتحان الترم الثاني اللي هو بتاع الصيف اللي هو امتحان يوليو اغسطس. يبقى معنى كده ان في ناس مسجله دلوقتي غالبا، طبعا احنا لسه مش متاكدين، غالبا هتمتحن في يوليو اغسطس مثلا. هيكون في فرصه للي عايز يضيف تاني ترم تاني، فبيبقى ممكن يمتحن الترمين مع بعض في الصيف او في يوليو اغسطس. المتوقع ان الترم الصيفي او الترم البيني للمفتوح او الصيفي للمدمج انه يتم الغائه، لان هو المفروض ميعاده بيكون ما بين مارس وابريل، فبالتالي طبعا ده ميعاد مش هيكون غالبا مناسب. وبرده كل دي توقعات، يعني مفيش حاجه من دي لسه اكيده، كل ده توقع شخصي. طبعا لما يكون في خبر اكيد او معلومه اكيده هبعتها لكم فورا. طيب نعمل ايه؟ نشتغل عادي، نحاول نشتغل على موادنا، نكون جاهزين على اساس ان لو في اي تطور نكون احنا جاهزين فورا لموضوع الامتحانات. الناس بتتكلم على ابحاث، لا مش متوقع ان يكون في ابحاث السنه دي خالص، لان الفكره نفسها مش عادله يعني. يعني اتمنى اكون غطيت لكم الاسئله الخاصه بيكم. اي حد عنده اسئله او اي استفسارات اخرى بيبعت لي وانا اعمل لكم برضو فيديو بالاجابات المطلوبه ان شاء الله. يبقى احنا كده اكدنا على الغاء الميعاد الحالي بتاع 6 فبراير، مفيش ميعاد لسه محدد للامتحانات. متوقع ان يكون الامتحان الترم الحالي في الترم الثاني اللي هو الترم الصيفي، وفي الحاله دي هيكون اللي عايز يسجل ترم تاني ممكن يسجل الترم الثاني ويمتحن الترمين مع بعض. طيب هو ده منطقي؟ هو ده حصل بالفعل في 2011 مع التعليم المفتوح في السنه اللي حصل فيها ثوره يناير. كان المفروض في ناس عندها امتحان يوم 28 يناير نفسه، ده كان اول يوم امتحان الترم الاول او الترم اللي هو الشتوي يعني، فتم الغائه طبعا. والناس امتحنت الترمين في يوليو، سجلوا الترم اللي هو بتاع يناير وسجلوا ترم تاني وامتحنوا الترمين في يوليو. كان مثلا اللي واخد بقى 10 مواد، اللي واخد 12 ماده، في جدول بقى موسع في يوليو الصيفي. طيب اتمنى اكون افدتكم، شكرا ليكم. دكتور اشرف فهمي، الفيديو بخصوص التعليم المدمج جامعه القاهره. شكرا ليكم، باي باي.